مكان يا مكان يا سعد يا إكرام. كان في أميرة القصر ست الحسن والجمال، بتحب ولد اسمه الشاطر حسن، وبعد طول انتظار وافق السلطان وأمر بترتيب حفل الزفاف، وكانت ولا ألف ليلة وليلة حضرها الألاف. وفي يوم من الأيام رجع الشاطر حسن من الشغل تعبان، لقى الأكل مش جاهز وست الحسن مشغولة مع العيال. جهزت بسرعة قبل ما يغضب وينام، وفجأة الشاطر حسن زعق وقام رماها بالأكل وبكف إيده على وشها، فكرها بالالتزام، شدها من شعرها في تبات ونبات، وقدام الصبيان والبنات قال لها مش ناقص غير إنك تردي عليا كمان. وفي وسط عياطها جالها باعتذار، أوعدك إن ده مش هيحصل تاني. وعشان ترجع الحدوتة زي ما كانت، رجعت ست الحسن من تاني، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ عارفين القصة دي؟